شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، بنستناه من السنة للسنة، ورغم فرحتنا بيه وبجمال لياليه إلا أن بعض الناس بيتعب في الصيام الحقيقة، وبينعكس ده على سلوكه في الشارع. السلوك ده ممكن يكون كله غضب، عصبية، خاصة الرجالة. مش عارف ليه الرجالة، بس هنعرف من خلال التقرير الجاي. زميلتنا إيه الأبنودي نزلت الشارع وسألت إيه سبب عصبية الرجالة في رمضان. في دراسة بتقول أن الستات المصريات عصبيات أكتر من الرجالة بسبب ضغوط الحياة والمسؤوليات اليومية والأعباء، بس في رمضان الوضع ممكن يكون مختلف شوية. تعالوا نشوف رأي الشارع المصري في الموضوع ده. في دراسة بتقول إن الرجالة المصريين بيتعصبوا أكتر من الستات قبل الفطار، هل ده صحيح؟ أنا شايف كده يعني. هي الست. هو 99% الست. هم الرجالة أساس العصبية. الموضوع بتبقى على حسب الشخصية، مش بتبقى راجل أو ست، يعني في ناس بتبقى هي طبيعة شخصيتها كده. مش على حسب كل واحد وطاقته. يعني اللي بيفتعل المشاكل في البيت الراجل ولا الست؟ لا الراجل. لا الست طبعاً. احنا اللي تملي معصبينهم. ايه اشهر خناقة بين الراجل والست المصريين قبل الفطار؟ سنويا تحصل مشاكل بسبب كحك العيد، مشاكل بتمتد للقتل. اي قوم من النوم كده لوحده كده يتعصب لوحده كده على اي حاجة، الشكل على اي حاجة. لما بتيجي الست عندي وبتعصبني انا بنخبط في بعض. كل واحد بس لو افتكر ان هو صايم مش هيبقى في مشاكل. طب ايه الحل للموضوع ده؟ الحل ان هم ما لهمش دعوه في رمضان بالست خالص، هي بتعمل كل شيء. المفروض احنا نقعد ساكتين، بس احنا ما نقعدش ساكتين. بنفضل بقى متمسكين ببعض نتخانق ونكسر في الدنيا احنا كده. يبقى مصاريف رمضان ولا لبس العيد ولا مصاريف البيت، فتلاقي الدنيا كلها كركبت فوق دماغه، فعايز يمسكها يخنقها. بس ما عنديش كلام اقوله. تتجنب نفسها لغايه الفطار، لان هو بيقوم متعصب من لوحده. لو كان بيشرب سيجاره كان بيعمل هو دوت اللي بيعصبه. الصيام الله اعلم بيهم. معظم الناس اللي قابلناهم النهارده في الشوارع اختلفوا ما بين المشاكل في نهار رمضان بتكون بسبب الست او بسبب الراجل، بس اتفقوا انه مع شويه صبر الدنيا بتمشي. ايه الابنودي، ام بي سي مصر.